بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم إن شاء الله على حاجة اسمها الأوبشن نيو من ريسورسز ونيو ونيو ريسورس فايل عشان أعمل فايل جديد أحط فيه المنيو بتاعتي. سميت الفايل مين أندرسكور منيو، وحدد الريسورس تايب إن هي موجودة في منيو كمنيو عشان تنزل لي في الفولدر بتاع المنيوز. لاحظ كده في البروجكت على الشمال إن نزل لي فولدر تحت ريسورسز اسمه منيو، جواه الملف اللي اسمه منيو مين منيو. وادي الديزاين، هشد من منيو ايتم واحط فانزل لي ادي المنيو ايتم، ادي له بقى تايتل، يعني مثلا عايز اكتب مثلا شويه في المنيو بتاعتي كابي بيست مش عارف مثلا يعني، او تقدر تحط طبعا المنيو العناصر اللي انت عايزها بقى، الكاستمرز مش عارف السبلايرز، حاجه على حسب الفكره بتاعتك. بس احنا دايما بناكد بنقول ان احنا بندي الويدجتس الويدجت ابلكيشن ده بالذات الغرض منه ان احنا نتعامل مع اكبر كم ممكن من الويدجتس او من الكنترولز اللي بنستخدمها في بناء الانترفيس كيو اي، غرض ان انت يبقى عندك بقى كم كبير جدا من الكنترولز عارفها وعارف برمجه كل كنترول، عشان لما تيجي تنطلق في بروجكت او اي فكره تبقى عارف الكنترولز اللي ممكن تستخدمها، عايز اعمل كذا عايز اعمل، يبقى عندك افاق خلاص. فالفكره مش احنا نعمل بروجكت واقعي على قد ما احنا فكرتنا ان احنا نستعد للبروجكت الواقعي من خلال ان احنا عندنا خلفيه كبيره جدا عن الايه؟ عن النصوص او عن الكنترولز الموجوده. هنا في الاكشنز في اولز دايما يظهر، دايما الايكون ده يظهر، نيفر ما يظهرش خالص. اف روم لو ليه مكان في الشريط من فوق تظهر، كولابس اكشن فيو يختفي، وفي ويستكست لو عايز يظهر بالنص بتاعه مش بس بالايكون، على حسب بقى طبعا انت محتاج. انا اخترت اولز ويستكست حاطينهم في الشو اكشن. طبعا في حطينا الاي دي وحطينا النيم اللي هو التايتل، التايتل طبعا بنكتب كلمه كابي او بنجيبها من اندرويد سترينج ايه كابي اللي هي تايتل فوق اهي، تمام، اللي هي اندرويد وسترينج كابي، دي اسم كلمه محفوظه في الاندرويد يعني. هختار الايكون واختار اي ايكون وادوس اوكي، وبعدين بغيره بعدين. يبقى كلمه الاندرويد وسترينج وايكون دي وكابي دي بعض الكلمات اللي الاندرويد مجهزها كده كده الناس بتستخدمها يعني. وادي شكل الايكون لما بيظهر، ادي منيو التاج بتاعي منيو، وادي ايه الايتم اللي هو الاي دي والايكون والتايتل، انا هاخد منه كابي ومعامل بيست 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 او مكون الايه المنيو بتاعتي، واغير بقى ما يلزم بقى من اي دي للتكست للايكون للشو اكشن اللي احنا عايزينه. فقلت له مثلا هعمل كات، ده اي ثاني ايتم سميته كات، ومن اندرويد سترينج على كات. بعد كده مثلا ممكن اعمل بيست، هقول له بيست منيو ايتم، و وهنا هسميه بيست من اندرويد سترينج بيست، سيب الايكون زي ما هي دلوقتي. مثلا نعمل نيو، مثلا نيو واوبن وكده يعني شويه عناصر كده. فقلت له نيو منيو ايتم وسترينج بتاع الاندرويد نيو، مفيش نيو في اندرويد سترينج، مش كلمه مش جاهزه يعني. فنروح في سترينجز ونضيفها، ممكن تكتب طبعا كلمه نيو على طول، او اروح في السترينجز وده الافضل، وان انا على طول اقوم ايه اضيفها بشكل مباشر. فقلت له نيو وهكتب كلمة نيو هي اللي هتظهر، ممكن اخليها نيو اندرسكور فايل في النيم يعني، نيو اندرسكور فايل مظبوط، واللي هيظهر كلمة نيو، واخد منه كابي بيست كمان مثلا اوبن فايل مثلا لو ما عندناش كلمة اوبن، بحيث يبقى السترينجز موجودة عندي وحبيت اغيرها، وكل ما هتظهر كلمة اوبن. فعملت نيو، بس مش اندرويد سترينجز بقى، هيبقى عندي من ايه من سترينج، مش من اندرويد سترينج، ارجع اد سترينجز بقى على طول، اد سترينجز وادي نيو فايل، تمام كده اللي احنا عملناه. طيب فاضل لي مثلا اوبن، فاقول له اوبن منيو ايتم، واغير السترينج بتاعته اد سترينجز او اد سترينج سلاش على اوبن فايل، مظبوط كده ايه الايتمز بتاعتي. طبعا الشو as action كلهم always with text، طبعا المفروض كلهم يظهروا دايما وبالنص، مش هيبقى ليهم مكان طبعا. طبعا لو دوسنا على بريفيو هنا من الشاشه ادي الايه الايكونز هتظهر هنا اهو زي ما احنا شايفين اهو، تمام. بيحاول طبعا هنا بيحاول يعملهم كلهم دائما يظهروا بالنص، لكن مش دايما هيقدر يظهرهم. لكن مثلا لو دخلت هنا في البيست وقلت اف روم، لو في روم بدات تظهر في الايه، مفيش روم اصلا، مفيش ملهاش مكان، فبدا يطلعها في الايه في الزراير الثلاثه يدوس عليهم يتظهر. فانا تحط معاها كمان مثلا ايه البيست والنيو وممكن كمان الاوبن نعملها برضه اف روم، فبالشكل ده ومن غير ويست تكست، فبدات تظهر الحاجات الاساسيه، ويحط ايكونين بس او ثلاثه اللي هم يبقوا دايما بنفوكس عليهم او اكثر استخداما، ليهم ايكونز جاهزه على طول مباشره. طيب
ديل ايه شو از اكشن، جرب واعمل بقى تبادل توافق في الانواع بتاعت الشو از اكشن واتفرج على الاختلافات اللي انت عايز تشوفها يعني. فعملت انا واحد ايه في روم، لو في روم خلاص تاني واحد، وكان في روم فاسبها، وجهزت شويه ايكونز زي ما انتم شايفين كده للكابي والبيست والكابتور مش عارف ايه والكلام ده كله، كلهم على حجم واحد، وجيت على الدروبل وهعمل ايه بيست، جهزت شويه ايه شويه صور دروبل اهو، قال لي انت هتحط الحاجات هنا، قلت له ماشي، فرمي لي شويه ايه ايكونز عشان اقدر استخدمها بدل الايكونز اللي ملهاش معنى اللي هي كلها لايك دي. فقمت جايب على اللايك ايكون، قلت له لا همسح بقى الكاميرا، كنت سميتهم برده بره عشان بس اختصار الوقت، كات ايكون كابي ايكون سميتهم كده. فقمت قايل له ادي بيست ايكون، ادي هنا نيو ايكون والاوبن ايكون، اوبن ايكون تمام، ادي هم اللي حطيتهم واستدعيتهم هنا بحيث يبقوا ظاهرين معانا. الكابي لايك جاي لايك، لا هدي كابي ايكون تمام كده، زي ما انتم شايفين الايكونز بدات تظهر عندنا في البريفيو اهو زي ما احنا شايفين، وادي الاوبشن منيو بقى ظهر فيها الايه البيست والنيو والاوبن. دي كانت الاوبشن منيو، ونكمل استخدامنا ان شاء الله. السلام عليكم.